بي بوزيتيف مع سيرين ضو لايف كوتش. بنحكي اليوم عن الدخول الى المدرسه بطريقه ايجابيه، ولو انه رح نحكي قد ايه هالرهبه موجوده دائما، كان اول سنه دراسيه ولا اي سنه من السنوات من بعد الفرصه الفوتي على المدرسه، في لها رهبتها ما هيك؟ لها رهبه وما فينا نشيل هيدا الرهبه او هيدا الخوف. بتعرفي كاتيا، نحن كلنا هلا بالصيفيه مبسوطين، حتى الكبار يمكن في ناس كانت فيكيشن ورجعوا هلا على الشغل، مش بس الاولاد رجعوا على المدرسه. سو خلينا نسمي هيدا الوقت الصيفيه كومفورت زون. اوكي، خلينا نشوف هيدا الصوره على السكرين. اوكي، سو اذا بدك خلينا نشوف هدول المراحل بنمرق فيهم من مرحله الكومفورت زون تنوصل على مرحله الجروث زون اللي هي النمو. مجبورين نمرق من الكومفورت زون تنطلع منها بشيء اسمه فير زون. رح يكون في خوف لانه هيدي سنه جديده، اساتذه يمكن جداد، معلومات جديده بدنا نتعلمها، اصحاب جداد، فحوصات. رح يكون في خوف لانه ما عندنا السكيلز لهيدي السنه، هيدا شيء جديد وبدنا نمرق بها مرحلة الخوف. سو الأهل فيهم يعملوا داونلود من جوجل لهيدا اللي أنا هلأ حطيت الصورة، ويفسروا لأولادهم أنه it's normal يكون عندكم خوف من هيدا السنة الجديدة. إذا اقتنعوا الأهل أنه هيدا شيء طبيعي، يعني خطوة كتير مهمة لقدام، لأن كمان نحن بنحاول نصير أنه نطمن هالولاد وبنتوقع منهم أنه خلص يطمنوا، لأنه نحن عارفين انه هيدا الشيء ما في مفر منه، لازم تروحوا عليه بطريقه ايجابيه وتقدر تكون عم تستفيدوا قد ما بتقدروا، بس الخوف موجود قلنا ايه ولا لا؟ الخوف موجود، واكبر غلطه انه نحن تو سبرس المشاعر ونقول للشخص انفاليديشن، لا ما لازم تحس هيك، هيدا كثير غلط، بالعكس فاليديت، معك حق انت فيك تخاف. انا كمان هلا اذا عندي بشغله شيء جديد، عندي ورك شوب، عندي انترفيو على التي في، ما رح كون موتره قبل الانترفيو انا وعم حضر لانه هيدا شيء جديد، مبلا. سو اعطيه كمان من الاكسبيرينس تبعنا، نعلمهم انه الخوف موجود لتنمو، بس يو هاف تو فيس يور فيرز. ذا موست سكسسفول بيبل ان ذا وورلد بيقولوا دو ات افريد، اعمليها انت وخايفه بس اعمليها، ما بيقولوا ما رح يكون في خوف. سو هيدا كثير مهمه هيدا الموضوع، يعني من بعد يعني ما يحس الولد بالذنب انه خايف أو يحس بالضعف لأنه خايف، لما بيقتنع أنه الكل رح يكونوا خايفين، كل واحد رح يعبر بطريقته. مزبوط. فما بحس حاله غريب يعني. Exactly. ما بحس حاله غريب وبيتحضر نفسياً أنه أنا بالحياة كل ما عندي شيء جديد، تشالنج جديد، يمكن حس بخوف، بس أنا بدي أتعلم to cope, to face هيدا الفير، تقدر يعني أنمى وأتطور. سو من بعد الكومفورت زون والفير زون بصير في ليرنينج زون، هون انا بتعلم مهارات جديده، نيو سكيلز، اي فيس نيو تشالنجز، وبتصير الليرنينج زون تبعي هي ماي كومفورت زون. مثل ما انت مثلا حضرتك مذيعه، هيدا صار يور كومفورت زون، بس انا كضيفه هيدا فير زون تبعي، وقت اجي لهون بتوتر، انت ما رح تجي يكون عندك توتر، هي صارت your comfort zone. اوكي، سو هيك بننمو وبنوصل للجروث زون. بتعرفي لا، بلكي مش نفس التوتر، يعني ما بقى يعني هو خوف، بس التوتر كثير مهم للانسان يكون عم ينجز. اذا كان كثير يعني مرتاح على وضعه ومنه ابدا عم بجرب، يكون مركز على الموضوع يلي هو بده يحكي فيه ولا اللي بده ينجزه الى اخره، هيدي الراحه الكاملة منا مفيدة، ما بتخلي الواحد يكون عم ينجح باللي عم يعمله. مزبوط. اللي عم تحكيه ساينتفكلي بروفن، عملوا اكسبيرمنت على الفيران وانتبهوا انه وقت يعطوهم الكتريك شوك لحد معين بيصيروا موتيفيتد يروحوا ويخلصوا الميز تبعهم، والفيران اللي ما عطيوهم الكتريك شوك بقيوا بالكومفورت زون تبعهم وما كملوا هيدا الميز. سو التوتر لحد معين او الخوف هو مهم تنطلع ويكون عندنا موتيفيشن ونعمل ونتطور. يعني طبعا مش رح نقول انه يصير فوبي، لا، هيدا غير موضوع، هيديك بتصير بانيك، هيدا موضوع ثاني، بنصير فريز. يعني الولد بتحسي ما بقى قادر يتحرك، بصير عنده سيمتومز بالجسم، ما بينام بالليل، هيدا صارت التوتر صار كثير عالي، هون بدنا نعطيه كوبينج سكيلز، بدنا ناخده يمكن عند بسيكولوج او لايف كوتش يساعده. ولكن القلق شيء طبيعي، بانه الواحد عم بفوت على شيء جديد، لو كان صار له يعني صار بصفوف عاليه نوعا ما، ولكن المرحله
الجديده يلي بده يفوت عليها الاساتذه الجديد بمنهج جديد، هل انا رح اقدر اكون عم بكمل بهالسنه الاكاديميه قادر انه استوعب الاشياء الجديده اللي بدي اخذها؟ كل هودي اسئله بتمرق بالراس بدون ما الواحد يعني ينتبه. مزبوط. هلا النقطه الثانيه اذا بدك اللي بنحكي فيها، عملوا ستادي بهارفارد على الستودنتس اللي ركزوا على نقاط قوتهم اوكي على عندهم الدوبامين بالبرين اللي هي الكيميكال تبع الموتيفيشن اللي هي كمان بتعطيهم فوكس اكثر وميموري احسن ليدرسوا، وكانوا موتيفيتد وكانوا مبسوطين اكثر، they were more happy motivated لانه عم بيركزوا على نقاط القوه تبعهم، وراح عندهم النيجاتيفيتي الشعور بالنيجاتيف يعني مايند سيت. وعملوا ستادي على الاهل، كل ما بيجي الكارنيه عند الاهل عملوا ستادي، بيكون لتسي ابنك اخذ على البيولوجي اي، على الماث اي، ساينس سي، وعلى العربي رح اقول لانه اكثر واحد بشوف عم بيعانوا منه الاولاد اخذ اف. لقيوا انه 77% من الاهل ركزوا على الاف. اوكي، شو عطى شعور لهيدا الولد؟ ام نوت جود انف، وعطاه شعور بالسلبيه نيجاتيف، وكان عنده خوف اعلى وانجر اعلى. سو خلينا اليوم نقول للاهل نطلع من هيدا المايند سيت القديمه اللي تربينا عليها ونفكر مايند سيت جديده حكينا فيها من زمان، جروث مايند سيت، نفكر بكيف الناجحين بالعالم بيفكروا. بدنا نركز مع ابننا على نقاط القوه تبعه، انه انت شاطر بالماث وبالساينس، محمس تتعلم شيء جديد هيدا السنه بهول الاثنين، محمس تاخذ علامات اعلى، خليه يكون عم نركز على نقاط القوة تبعه، مش نركز على الضعف وجيب له 4 معلمات تيعلوه بالعربي لتسي إذا هيدا هو نقط الهيدا، لأنه هو بعدين بالكارير تبعه رح يشتغل بنقاط القوة تبعه. يعني مثلا هلأ كان في أمين معك من شوي اشتغل، يعني عم يشتغل بنقاط الباشن تبعه بالقوة تبعه. سو ما خص العربي، إذا بالمدرسة حسبه ما كان شاطر بالعربي باللي عم يعمله هلأ اللي هو السبورتس، let's focus نحن على نقطة القوة تبع الأولاد حسب هيدا الريسيرش. هيدا our second point. هلا ما يزعلوا منا يعني ركزنا على العربي بس مجرد مثل يعني، بس طبعا اللغات شغلة كتير مهمة، ولغة اللغة العربية كمان من أكيد. أهم اللغات، وضروري نكون يعني قادرين عليها لحتى يعني بالنسبة للغات يمكن أكتر شيء لازم نكون يعني مناح باللغات لنقدر نكون عم نتواصل مع الآخرين، ولكن الموضوع أنه مش تركيز على النقطة السلبية. نحن يعني مثل أنه أوكي كتير منيح بكل شيء، يلا بدي ركز بس على أنت ضعيف فيه لحتى اللي نقدر نشتغل، وبنسى بعدين يعني حتى لو كان بالأول مبسوطين بهالعلامة مننسيها، ما بعود إلى أهمية، بصير كل التركيز على نقط الضعف، وهيدا الشيء بيخلي الولد يحس حاله أغلب الوقت أنه هو ضعيف. وبتصير المدرسة شيء كتير بشع، يعني تخيل أنت كل وقت الأهل موترين والولاد موترين من وراء الأهل والفحوصات الزايدة، يعني هن under fight and flight mode stress كل السنة، بطل في شيء positive أنه يفكروا فيه. إذا بدك تالي وكمان يمكن بس يتركز على نقاط القوة ويرتاح الولد، بيصير أهين انه بلكي يعطي بالمناهج اللي هو ضعيف فيها او المواد اللي هو ضعيف فيها، بيصير عنده ثقه بنفسه وبيصير حاسس اهله عم يفهموه، منهم عم يعملوا له ستريس على هذا الموضوع. اغلبيه الوقت بيعمل بلوك على خلص، ما بيعود ابدا بده يفوت على هالماده او بده يجرب يشتغل فيها لانه التركيز دائما عليها. اكزاكتلي مزبوط. ثالث نقطه كثير مهمه انا بعملها كمان بحياتي وعملتها هلا قبل ما ارجع على الشغل، نحدد الاهداف معهم، هن يحددوا اهدافهم تبع سنه 2023. كتير حلو هيدا الاكسرسايز يعملوه، فيكون كتير فون مع الاهل، نحط ميوزك نقعد نسالهم شو اهدافكم بكذا اريا بحياتهم مش بس بالمدرسه. اول شيء فينا بالمدرسه نركز بالتوب 3 سبجكتس اللي انتم بتحبون، شو حابين تاخذوا علامات هالسنه، قد ايه حابين تتقدموا، شو حابين تتعلموا شيء جديد، يحطوا هدف محدد بالاريا تبع الفرندشيب، حابين تتعرفوا على مثلا رفيق جديد بالمدرسة، how to do it، يعني فينا نساعدهم كيف to open a new conversation مع تلميذ ما بعرفه بالمدرسة. بالسبورتس شو بدكم نجرب activities جديدة هالسنة، منبلش نحط الأهداف، ومنحط كمان الأهداف تبعنا بالvacations على كريسمس، شو حابين نعمل كعائلة، وين حابين نسافر next year. وقت نحط الأهداف بيصير في حماس
حماس عم نشوف واو عندي قصص حلوة I look forward بدي أعملها for fun وإشياء بدي أعملها socially وإشياء بدي أعملها تتطور. هيدا الشيء بيعمل بالدماغ شيء اسمه selective attention. أوكي selective attention هو شيء بالدماغ بخليني أعمل filtering لأنه عطيت قيمة لهول الأهداف بخليني أعمل filtering للinformation اللي خاصة بهول الأهداف وبشل كل شيء distraction ما خاصة بهول الأهداف. أوكي مثل ما بعرف إذا صايرة معك قررت تشتري سيارة سوزوكي let's say red سوزوكي وبلشت أنت وماشي على الطريق تشوف كتير سيارات ما بتعود تشوف غيرها، هي مش لأنه زادت هيدا السيارة، هي لأنه دماغك بالsubconscious mind أعطيتي هدف محدد سو بطل يشوف غير سيارات صار عم بركز لك عليها. ذات الشيء بيصير وقتها نحن نحط أهداف. كمان من بعد ما نحط أهداف معهم اكتشفوا مثل neuroscientist تارا سوارت بتركز كتير على هذا الموضوع، إذا بنعمل vision board يعني من هول الأهداف بنعمل منهم صور يا digital vision board يا بنعمل كولاج للصور، للدماغ عنده كمان قيمة أعلى للصور طلع من written words so بال subconscious كمان بيعلل selective attention للصورة. وانت اذا بتطلع على هيدا الفيجن بورد كل يوم او التلميذ قبل ما ينام او على بكره بيصير كانه عم بعيشه، بيصير كانه وصل على هيدا الهدف، ما بعد هيدا الهدف لاله شيء جديد، بيعطيه موتيفيشن، بيعطيه فوكس، والسلكتيف اتنشن بتصير عم بتذكره وين ما يروح انه انتبه لا هدفك انه تدرس اليوم، هدفك انه تتعرف على صديق جديد. سو كمان الفيجن بورد كثير بوزيتيف، بتعطي positivity يعني للستودنت أو للولد يعني. إذا بالبداية أهم شيء إنه الأهل يقتنعوا إنه هيدا شيء طبيعي، إنه بداية السنة رح تكون على الأولاد فيها نوع من القلق. هلا يمكن كمان الأهل ما بحسوا عند ولد معين، بحسوا عند ولد تاني أو كأنه هيدا الولد يلي ما عم يعبر هو مش الآن، بس هو الآن هو الآن ولكنه عم يعبر بطريقة مختلفة. هلا في ولاد بيروحوا شوي اكستريم يعني اول السنه بتكون صعبه كثير عليهم، حتى اوجاع جسديه بتكون مبينه عندهم، حتى يعني دائما عم يفكروا كيف رح يكون اول نهار ومين رح ياخذهم على المدرسه وكيف رح يعني قلق شوي زايد شوي زايد. بعتقد هون بيكون في سوشيال انكزايتي خاصه بمش بالاكزامز وبالمدرسه، هول الاولاد بيكون اصلا عندهم anxiety توتر وقت يتعرفوا على ناس جداد، بيخافوا من كل شيء جديد، ناس جداد اهلهم منهم معهم، المعلمه اللي بدها تفوتهم، دونك اتس انذر ايشو هيدي بدنا نعالجها بغير طريقه. بنسى نحن انه طالعين من ثلاث سنين يعني او تعطيل مدارس اونلاين او اون اند اوف، يعني كمان كثير مغيره الاشياء، صار لها وقت على التلاميذ واليوم بدهم يرجعوا يبلشوا مبدئيا بطريقه طبيعيه. مزبوط. هلا اللي عنده سوشيال انكزايتي او الاولاد اللي قبل بسنه سقطوا كثير سو هيدا الشيء اللي عم بخوفهم انه البريشر الزايد انا رح ارجع اسقط، هون بدنا نعالج هيدا الموضوع. اجان وي نيد تو فاليديت، بدنا نقعد معهم كاهل نحكيهم انه نحن فهمانينهم، نحن رح نكون حدهم، وفينا نعمل شيء نعبي معهم كوبينج سكيلز ورك شيتس مثلا، ورقه اسمها يور نوت الون بنعبي انفورميشن مين المعلمه اللي كثير انت بتوثق فيها وبتحب تحكيها، بنحط اسمها مع نمره التليفون مع وين هي بالمدرسه، بنحكيها بنقول لها بليز يمكن يحكيك اذا كان اوفرويلمد، اذا حس بتوتر، اذا ضاع بالمدرسه، مين الصديق اللي انت كثير بتحبه، بنحط اسمه وبنحكي امه وبنقول لهم انه كون معه بوقت الريسس. اوكي انا بعطيه بقول له فيك تدق له تروح عند الديريكتريس تحكينا ما تخاف، بحكي مع الديريكتريس بقول له عنده سوشيال انكزايتي، اي نيد تو جيف هيم هيدا بلان بي ايه لما يحس حاله بالمدرسه ضايع يعني. واهم شيء اذا عنده صديق يكون دائما معه، في اولاد ما عندهم اصحاب بالمدرسه بيجوا لعندي بيكونوا قاعدين بوقت الريسس الون، هيدا اكثر قلق عندهم يعني، هيدا كثير كثير مع مين رح يمضوا وقت الفرصه، وقت الفرصه اذا كانوا لوحدهم بيصير في بكي، بيصير في توتر كثير عالي، بيصير في شعور بالوحده وانا ام ان لافد وانا كثير بتضايق يعني وقت اشوف هيك اولاد. هون بدنا نلاقي حل كاهل، بدنا
يمكن نطلب نروح على الصف نشوف مين التلاميذ، نشوف نعرف من يعني احكي انا مع ام اعرف اثنين على بعض، بدي اعمل افورت زياده، ما بدي اتركه هو عم نحكي بعمر صغير. هلا حسب كل عمر، اذا تين ايجر في عمر معين اصلا ممنوع تقربي. ما هي سو وير توكينج هلا يعني ما بيعطوك مجال. مزبوط. بس لما بيكونوا تعودوا من عمر صغير كيف يعملوا اصحاب، كمان على عمر كبير رح يرجعوا يعني يكون عندهم هالسكيل. اكزاكتلي. هلا في عمر كبير بيجوا 13 14 ما عندهم اصحاب كمان، بس هون انا ما فيي فوت اتدخل بهالطريقه. هون في يقعد هو مع لايف كوتش او مع حدا يعطيه يرجع يحسن له السكيلز اوف كوميونيكيشن، الثقه، لانه بتجي هيدا من قله ثقه بالنفس، بتجي من انكزايتي لانه انا ما بوثق بحالي، بصير انا اعرق، بصير انا اتوتر، بصير يدق قلبي بسرعه، ودائما بصير عندي حديث داخلي نيجاتيف، ام نوت جود انوف، انا مش حلو، انا مش محبوب، انا رح يحكوني ما رح يحبوني. سو بدنا نشتغل على كثير اشياء، يعني مش هيك فينا نساعد دغري. شكرا لك سيرين ضو لايف كوتش، اهلا وسهلا فيك. نتامل اكيد العوده للمدارس وللجامعات كمان هلا تكون عوده خاليه من القلق، مش بس للتلاميذ، للاهل، للاساتذه، لكل الجو السلبي اللي نحن موجودين فيه نقلبه لجو ايجابي. منا شغله هينه بس رح نجرب. وقفي هلا وبنرجع منتابع لايف.